السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أخواتي في هذه الحلقة تاع اليوم. هذه الحلقة اللي طلبتوا مني، يعني الأخوات اللي طلبوا مني طريقة استعمال البطاطس للزيادة في الوزن، وخاصة في المناطق الأنثوية مثلا المؤخرة والأرداف. بالنسبة للوصفة ديال البطاطس فهي كتستعمل بعدة طرق، لأن سبق لي وطرحت عدة وصفات للزيادة بالوزن بالبطاطس. بالنسبه لهذه الوصفه تاع اليوم فهي وصفه معروفه، وصفه حققت نتائج كثيره. قبل ما نبدا معكم هذه الحلقه تاع اليوم، كنتمنى من الناس اللي كيزوروا قناه جابكم لاول مره، كنتمنى منهم يشاركوا معنا القناه ويضغطوا على الزر الاحمر باش يتوصلوا بوصفاتنا فضلا وليس بامر. نرجعوا اخواتي للطريقه ديال الوصفه وكيفاش نستعملوها. بالنسبه للوصفه كنتناولوها جوج مرات في اليوم، مره فتره ديال يعني بعد الافطار ناخذوها كوجبه خفيفة، ومن بعد يعني وجبة العشاء هي اللي تكون آخر وجبة لنا، يعني مرتين في اليوم بنفس الطريقة. تحضروها جديدة وتاخدوها، فهي كتجي لذيذة، كتزيد في المناطق الأنثوية. كونوا على يقين بأن هذه الوصفة أكيدة 100%. غادي نطرح لكم الرابط تاع الوصفات ديال البطاطس باش تشوفوا تقراو التعاليق مع اللي الأخوات اللي جربوها ونجحات معاهم. كيف ما قلت لكم غتلقاو الروابط تاع الوصفه باش تدخلوا التعاليق وتشاركوا لنا وتقراو النتائج اللي شاركوا معنا الاخوات بالنسبه لهذه الوصفه هذه، باش تاكدوا بان فعلا عطات النتائج. الا الناس دائما الا ما عطاتكمش نتيجه هذا مشكل، غادي يكون عندنا مشكل صحي ضروري نعرفوا اشنا هو السبب ونكشفوا عند الطبيب باش نعرفوا السبب. بالنسبه لهذه الوصفه هذه كيستعملوها كاع الناس الا الناس اللي عندهم مشكل ديال حساسيه من هذه المكونات، او الناس اللي كيعانوا من امراض مزمنه، او المراه الحامل ضروري استشاره الطبيب قبل استعمال اي وصفة. نرجعوا للمكونات ديال الوصفه، فهاد المكونات موجوده في جميع البيوت. نحتاج جوج حبات ديال البطاطس او حبه كبيره. طريقه تحضير البطاطس نسلقوها، يعني ضروري تكون البطاطس مسلوقه. حبه ديال البطاطس كبيره، كاس ديال الحليب كامل الدسم يكون صغير سائل، معلقه صغيره ديال الزبده، وواحد الجبنه اي نوع ديال الجبنه عندكم يمكن لكم تستعملوها، وواحد الرشه ديال الملح. بالنسبه لهاد المكونات فاش غادي نسلقوا البطاطس، غادي نديروها في الخلاط الكهربائي ونصبوا عليها كاس ديال الحليب صغير، ونديروا معاها معلقه صغيره ديال الزبده، وواحد القطعه ديال الجبنه مع القليل من الملح، ونقوموا بالطحن ديال هاد المكونات كامله في الخلاط الكهربائي، او نقدروا نخلطوهم عيب بالمعلقه، يعني ندعسوا هاد البطاطس مع هاد المكونات بالمعلقه حتى تتكون لنا واحد الخليط متماسك، ومن بعد نديروه على النار حتى يعني تصبح لنا هاد الوجبه يعني متماسكه، ونتناولوها ونزيدوا عليها القليل من الكمون او القليل من الابزار الا كانت عندكم، يعني هاد تحبوا النكهه تاع الكمون والابزار. فهاد الوصفه هذه فهي رائعه. كنتمنى من جميع الاخوات اللي كيعانوا من مشكل ديال الضعف خاصه على المستوى المؤخره والارداف يجربوا هاد الوصفه هذه، واخا غير مده ديال شهر. يعني هاد الوصفه هذه كنستعملوها يوميا جوج المرات، مره في الصباح ومره في المساء، ندوموا عليها. وطبعا تكون دائما كيف ما كنقول لكم الحاله النفسيه تكون مستقره، ونساعدوا الوصفه بالتغذيه الصحيه، ونواحد شويه ديال الصبر والمداومه على الوصفه باش تعطينا النتائج ديالها. كنتمنى اخواتي تجربوا هذه الوصفه هذه ديال البطاطس اللي اصبحت معروفه عند الاخوات كاملين ومجربه 100%. ونتمنى منكم اخواتي الا كانت هذه الحلقه كتنال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والدعوات ديالكم. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن المولى عز وجل.